عزيزي المشاهد ارحب بك ترحيبا قلبيا صادقا في هذه الحلقه الجديده من حلقات برنامج انجيل الله الانجيل هو الخبر المفرح الذي ارسله الله الينا ليخبرنا بانه يوجد خلاص للخطاه ويوجد مخلص للخطاه العاجزين عن خلاص انفسهم فاذا كنت تشعر بانك اخطا وبانك عاجز عن ان تخلص نفسك من خطائك ومن عواقب الخطا فابشر وافرح يا صديقي يوجد خبر رائع يوجد خلاص ويوجد ايضا مخلص هذه هي خلاصه رساله الانجيل لكن لكي ما نقبل الخلاص ونقبل المخلص حاول الرسول بولس في الاصحاحات الاولى من رساله روميا ان يقنعنا بالمرض لكي نمد ايدينا ونقبل العلاج ان المشكله هي ليست في عدم توفر العلاج لكن المشكله في عدم اقتناعنا باننا مرضى هل تقبل هذا الاقرار الذي يقره الكتاب المقدس وهذا الاعلان الذي يعلنه باننا خطاه وباننا عاجزين هذا ما يحاول الرسول ان يعمله في الاصحاحات الثلاثه الاولى من رسالة روميا. وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الحديث عن جماعة سميناهم المستهينين بلطف الله. الجماعة دول ربنا بيحاول إنه يقتادهم إلى التوبة من خلال اللطف والإمهال وطول الأنات، لكن للأسف فسروا هذا اللطف الإلهي على أنه رضا وغفران. بينما في الواقع كان الله يريد أن يستتوبهم ويسترجعهم بلطفه أي يريدهم أن يتوبوا لكي يرضى عليهم وليس لأنه راض عنهم تعال معي عزيز المشاهد نقرأ مرة أخرى هذه الأعداد ونستكمل تأملنا فيها في روميا الأصاح الثاني والعدد الرابع رسول يقول في عدد أربعة أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة ولكن ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله عزيزي المشاهد توقفنا في الحلقة السابقة عند هؤلاء الناس الذين يسيئون فهم اللطف الإلهي يتصورون أنه بكلمة استغفار أو بفعل دين معين يكلفه القليل أو الكثير يضمن الرضا الإلهي ويفسر أناط الله في القضاء او امهال الله في القضاء على ان الله غفر وراض لكن الحقيقه التي يعلنها الرسول ان هؤلاء الناس يستمرون في فعل الخطا ويستمرون في امر في غايه الخطوره ارجو ان تكون قد انتبهت اليه يقول الرسول كلا الله لم يرضى والله لم يغفر وانت بعد في خطاياك وفي الحقيقة استمرارك في الاستهانة وعدم الفهم هو يقودك إلى فعل شيء في غاية الخطورة تذخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة هل فكرت مرة عزيزي المشاهد في هذا الفكر الخطير أن فعل الخطأ يساوي تذخير الغضب هقولها مرة ثانية وستظهر امامك مكتوبه على الشاشه لكي تنتبه اليها. فعل الخطا يساوي تذخير الغضب، تذخير شخص يذخر يعني بيحوش، يعني بيكوم، يعني بيوفر، واحد بيشوف شيء ثمين عمال يحطه على بعضه ليحتفظ به، ان تكرار فعل الخطا ليس له سوى معنى واحد هو تذخير مزيدا من الغضب. هؤلاء الذين استهانوا جهلوا شيئين في غايه الاهميه ارجو ان تنتبه اليهم عزيزي المشاهد. الشيء الاول هو اننا نعيش في فتره يسميها الكتاب المقدس سنه الرب المقبوله. يسميها تدبير نعمه الله. الرسول يوحنا قال لنا في إنجيله والأصاح الأول أن الناموس بموسى أعطيه فالفترة التي كان الناموس يسود فيها على اليهود فترة تدبير الناموس هذه الفترة هي فترة نعمة الله فترة لا يتدخل الله مسرعا بغضبه على البشر لكي يقاصص من فعل الخطأ رغم أن سليمان لم يكن يعيش في فترة نعمة الله لكنه في مرة قال أن القضاء على العمل الرديء لا يجرى سريعا، لذلك امتلأ قلب بني البشر فيهم لفعل الشر. إن أناة الله يساء فهمها، أما بالغفران أو أن الله كبر قلبه ورحمته زادت ووسعت فلم يعد يتوقف عند أخطائنا، لكن الرسول يعلن لنا هنا أن فترة نعمة الله لم تلغي غضب الله. نعم عزيز المشاهد، إن فترة نعمة الله لم تلغي غضب الله، ومن يكرر فعل الخطأ في زمن نعمة الله وأناة الله، إنما يظخر لنفسه غضبا في يوم الغضب. هذا يقودني إلى الحقيقة الثانية التي يتجاهلها هؤلاء المستهينون، أن الغضب سينصب مجمعا في يوم اسمه يوم الغضب. ما اقول انه كل يوم من ايام عمرنا ينفع يتسمى يوم الغضب، هو ما فيش غير يوم واحد اسمه يوم الغضب. في يوم من الايام سنقف امام الله الذي سيجازي كل واحد حسب اعماله، هذا اليوم الرهيب اسمه يوم الغضب، وسنكتشف عندئذ اننا قد جمعنا غضبا مع كل فعل اخطانا به. هل هذه قسوه من الله؟ هل هذه مبالغه من الله حاشا احبائي ان التصور الصحيح لشخصيه الله باعتباره حاكما عادلا لا يمكن ان يترك خليقته بدون قوانين اخلاقيه ولا يمكن ان يضع قوانين اخلاقيه بدون عقوبات ولا يمكن ان يترك من كسر القانون دون ان يوقع به العقاب لذلك لا بد من الحساب والحساب في يوم الغضب هل من نجاه من هذا اليوم وهل من وسيله ننجو بها من غضب الله نعم هناك وسيله عظيمه هي التوبه التي يحاول الله بلطفه وامهاله وطول اناته ان يقتادنا اليها فهل نتجاوب هل يلين القلب هل يسمع النداء هل تصل الرساله اليوم الى الاعماق فتخرج الانسان من البلاده والاستهانه والركض نحو رحمه الله ونوال غفرانه ام اننا سنقص القلب عزيزي المشاهد سنواصل حديثنا عن هذه القساوه بعد هذا الفاصل فابق معي من اجل قساوتك هكذا يقول الرسول ماذا تعني قساوة القلب؟ هو وضحها القلب غير التائب يقول من اجل قساوتك وقلبك غير التائب اي القلب الذي استمع لنداءات الله المتكررة نداءات الله من خلال همسات من خلال معاملات من خلال وسائل مختلفة كان الله يناديك بها للتوبة لكنك رفضت هذا الرفض لنداءات الله المتكررة هو قساوة قلب وهذه القساوة تجعل القلب لا يتوب وعدم التوبة يجعل عداد التحويش للغضب مستمر تظخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله وهنا ناتي إلى عبارات في غاية الأهمية تشرح لنا كيف سيجازي الله كل واحد حسب أعماله. اقرأ معي عزيزي المشاهد هذه العبارات كما تظهر أمامك الآن ابتداء من عدد سبعة. بيقول الرسول: أما الذين بصبر في العمل الصالح يطلبون المجد والكرامة والبقاء فبالحياة الأبدية. عباره جميله جدا كيف سيجازي الله سيجازي فريقين في فريق بيقول عنه تاني اقرا العباره تاني يقول فريق بصبر في العمل الصالح يطلبون المجد والكرامه والبقاء يكافئهم بالحياه الابديه وفريق اخر هم من اهل التحزب سيجازيهم الله بالسخط والغضب والشده والضيق. هنا ناتي الى اشكاليه ارجو ان تتضح امامنا لانها ليست باشكاليه، لكن هي اشكاليه لفظيه اكثر منها حقيقيه وجوهريه. الرسول يقول ان الله سيجازي كل واحد حسب اعماله. والبعض يقول ان بولس نادى كثيرا وهذا حق. بان الله يخلص الانسان ليس على اساس اعماله فكيف بعد ان رفض مبدا الاعمال للخلاص يعود ويقرر مبدا الاعمال للدينونه هل هناك تناقض بين هذا وذاك في الحقيقه عزيزي المشاهد لا تناقض على الاطلاق بل في غايه الجمال والمنطق والفكر السليم الرسول يحاجج ويثبت أن الإنسان عاجز عاجز عن خلاص نفسه ويقدم للإنسان خلاص الله ويقول للإنسان اقبل خلاص الله بالإيمان لأن الإنسان عاجز عن فعل الصلاح لو كنت أقدر على فعل الصلاح ما كان هناك إحتياج من الأصل للخلاص لما بقول أنا عايز حد يخلصني من اللي أنا فيه يعني معناها غرقان ومش عارف اخلص نفسي مش عارف اعمل الصلاح والا لماذا كانت الصرخه من البدايه ولماذا كانت المشكله من البدايه اذا كان بني البشر قادرين على فعل الصلاح اذا الخلاص يقدم للايمان لان الانسان غير قادر على الاعمال اذا رفض الانسان الخلاص المقدم له سيجازيه الله ويا للعدل ويا للعدل لأن الله عندما سيجازيه مش هيجازيه ويقول له لأنك رفضت خلاصي أنا أدينك لكن إطلاقا يقول له تعالى تعالى أحسبك على اللي أنت عملته لقد فعلت أفعال شريرة ولا بد أن تعطي عنها حسابا وعندئذ يتنبه الإنسان إلى المصيبة الكبرى أنه كان بإمكانه أن ينجو من عواقب هذه الأعمال اذا قبل الخلاص